الصحة هي العقل اللي بيخطط ويفكر، هي الإيد اللي بتبني وتعمر، هي البسمة اللي تنور حاضر مصر ومستقبلها. لكن مصر ده كان حلها. أعلى معدل فيروسي في العالم، قوائم انتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، تطول وتطول معاها المعاناة والألم. قررنا نتحدى ونسابق الزمن من خلال مبادرة الرئيس علشان تكون مصر والمصريين بمئة مليون صحة. نقضي نهائياً على فيروس سي. ده اللي دفع منظمة الصحة العالمية للإشادة بمصر في مجال علاج فيروس سي، وحققنا معجزة حقيقية في القضاء على قوائم انتظار الجراحات والحالات الحرجة. ملحمة كبيرة وإنجاز عظيم عملناه بتحدي وإرادة وجهود كل القطاعات الطبية في مصر، ده غير الحملات الكبرى والمستمرة على المدارس لتطعيم وعلاج ملايين الأطفال والشباب. أحلامنا كبيرة وخطوتنا سريعة علشان نسعد مصر وشعبها ونرسم على وشها 100 مليون صحة. بلغ حجم الاستثمارات والخدمات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 83 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز.